احنا جدادنا بكري قالوا دير النية ورقد في ثنية، دير النية ورقد في ثنية، وحكايتي الواد الواد حكيتها لولادي الأجواد. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المتحدث طالبي محمد من مواليد 17 مارس 1949 بقرية طربيعة بلدية منصورة ولاية برج بحرانيج. وبحكم استقبال الناس الكبار وجميع فئات المجتمع كنت نتلقى منهم يعني اسم الأمثال الشعبية مختلف المقولات إلى آخره. وقبل هذا يعني في صغري في الطفولة نتاعي كان عمي الله يرحمه كان ثاني مارس فن الحكواتي، منها يعني مثلا قصص تاريخ واد سيسبان، الجزية الهلالية، ألف ليلة وليلة. وكانت دارنا في القرية عبارة عن مسرح القرية، يجيوا ليه من كل حد بوصلوا في القرية يسمعوا الحكايات. المهم الأماكن اللي كنا نشطوا فيها في مجال الحكاية يعني مع مختلف الفضاءات، دار الثقافة واسمو المساحات الترفيه، وكذلك حتى يعني وصلت لواحد التجربة أن الأطفال بحكم معرفتهم ليا يوقفوني في الشارع ويطلبوا مني حكاية يعني بدون عقدة، نريح معاهم ونحكي لهم بدون عقدة يعني، والحمد لله. كان مكان في قديم الزمان وسالك في العصر والأوان، كان واحد السلطان لا سلطان الله. قولوا معايا لا سلطان الله. عاودوها مليح. هذاك السلطان عنده خديم يسموه الأمين، الله يكفر أهل الأمانة.